الولد أبوه قتل ولقوا جثته، فاتقال إن هو واضح إنه قتل في حادث سير. وبعدين اتقال في عصابة متخصصة في سرقة الأجانب، وإن إحنا لقينا مع مرات وأخت لعيب العصابة متعلقات الشمبريزي. الحادثة الرواية الأولانية إيطاليا اعترضت عليها. الرواية الثانية قالت أنا مش موافقة عليه. مصر لازم تقول الحقيقة. التصرف اللي هو يعني اتقال حاجة وبعدين اتقال حاجة ثانية وكده، هو اللي خلى نبقاش في ثقة فيما يخرج من تصريحات من داخلية عن هذا الشيء. عندنا مشكلة في ردود يعني تصريحات الجهات تقيلة، عندنا مشكلة فيها، وما عرفش نطلع تصريحات يقبل المجتمع الخارجي يثق فيها أو يقتنع بيها. عندنا مشكلة. المفروض إن أجهزة الداخلية والنيابة يعني تبذل جهد من أجل معرفة وإعلان الحقيقة.